غدا بإذن الله تصل بعثة فريق الترجي التونسي إلى القاهرة بسلامة الله استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. بالطبع مباراة هامة جدا، مباراة مصيرية تحسم البطولة. 90 دقيقة هي آخر 90 دقيقة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا العام. الغيابات، الإصابات لا قدر الله، هل التشكيلة الأساسية ممكن تكون نفس العناصر اللي لعبت مع الترجي في لقاء الذهاب؟ كل ده بالتأكيد هيكون محور نقاشنا حاليا مع الكابتن خالد الملهي، أحد أبرز نجوم الكرة التونسية وتحديدا فريق الترجي التونسي، وكان خاض قبل كده العديد من المباريات القوية مع النادي الأهلي، أبرزها بالطبع مباريات في دوري أبطال إفريقيا ونهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012. كابتن خالد الملهي معانا دلوقتي عبر الهاتف من تونس. كابتن خالد مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير أخي محمد، شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل مشاهدين قناة الأهلي المصري. سعداء بوجودك معنا، وانت احد ابرز النجوم اللي شاركوا مع الترجي في العديد من المباريات، 62 مباراة احرزت 6 اهداف، كمان احرزت 6 القاب طوال التاريخ القروي مع الترجي ومع العديد من الاندية التونسية. ولكن لو اسأل حضرتك على النهائي التاريخي يوم السبت المقبل، كيف ترى من الناحية الفنية حظوظ الفريقين؟ التعادل السلبي في نتيجة اللقاء الأول تأثيرها على شكل نتيجة لقاء الإياب، أو طريقة أداء الفريقين في لقاء العودة بإذن الله يوم السبت اللي جاي؟ هو نتيجة مباراة الذهاب بتخلي نفس الحظوظ بنفس النسبة قائمة للفريقين، للأهلي المصري وإلا للترجي التونسي. في النهائيات تقريبا حسب رأيي نتيجة 0-0 دائما أفضل من نتيجة التعادل بالأهداف. نتذكر في 2012 تعادلنا مع الأهلي المصري في مباراة الذهاب 1-1، لكن في الإياب انهزمنا في راد 2-1. يعني دائما النتيجة بالأهداف خارج الميدان وإلا على الميدان يكون عندها تأثير في اغلب الاحيان سلبي على مباراه الاياب. حسب رايي نتيجه 0-0 تخلي الاذهان يعني بالنسبه للترجي التونسي مركزه اكثر، تخلي الفريق مؤمن اكثر بحظوظه في مباراه العوده اللي متاكدين باش تكون صعبه على الاهلي المصري، صعبه وصعبه على الترجي التونسي، لكن الحظوظ كما قلت لك قائمه بنفس النسبه. صحيح ان الاهلي المصري عنده الاسبقيه نتاع الميدان والجمهور، لكن الترجي الحقيقه ورى عديد المرات انه يعرف يتعامل مع العوامل هذوما الخارجيه، ميدان خارج ميدانه وامام جماهير كبيره، وكان ورى يعني في مباراه النصف النهائي ضد صن داونز انه فريق على المستوى الذهني قادر يتعامل مع الصعوبات الخارجيه اللي نجم يتعرض لها في مباراه كبيره كالمباراة اللي باش يلعبها يوم السبت ان شاء الله ضد الاهلي باذن الله. طيب حضرتك بتتكلم معايا ويمكن قدامي على الشاشه العديد كده من اللقطات الخاصه بتدريب فريق الترجي التونسي في الحديقه به في مقر النادي في تونس، لكن هل فريق الترجي ممكن يلعب مع الاهلي بنفس العناصر اللي لعب بيها لقاء الذهاب؟ هل ممكن ميجل كاردوزو يغير في التشكيله؟ يمكن النهارده طلعت وشفت العديد من الاخبار في المواقع والصحف التونسيه، محمد امين بن حميده هل ممكن يغيب؟ هل ممكن يكون متواجد؟ يعني رؤيتك لهذه الجزئيات، هل في استقرار على التشكيله؟ ويمكن مدرب البرتغالي ما بيغيرش كتير في العناصر اللي بيلعب بيها المباريات الافريقيه الاخيره. هو ممكن من نقاط قوه ونقاط اللي اشتغل عليها كاردوزو، هو تقريبا في كل المقابلات كان يحافظ على نفس التشكيل، يعني يصير تغيير الا في حاله اصابه او حاله لاعب يعني عنده عقوبة ما يقدرش يلعب المباراة اللي بعدها، لكن بنسبة 90-99% كاردوزو حافظ على نفس التشكيل اللي يلقى به الترجي التونسي التوازن بتاعه على المستوى الهجومي وإلا الدفاعي. صحيح محمد أمين بن حميدة في مباراة الذهاب كان أصيب، لكن مشاركته تبقى قائمة بنسبة كبيرة، لاعب عنده القيمة الفنية نتاعو، عنده الخبرة في صفوف الترجي التونسي. نتمنى إن شاء الله باش يكون حاضر لأنه يعتبر من ركائز الفريق على المستوى الدفاعي وإلا حتى الهجومي، والترجي في مباراة
نهائي مستحق انه يكون كل اللاعبين نتاعو في احسن حالات الصحيه قبل كل شيء. من في المقابل غياب علي معلول انا اعتبره غياب باش ياثر بنسبه محترمه على اداء الاهلي المصري. هذا اللي رناه على الاقل في مباراه الذهاب بعد اصابه علي معلول، حاسين الاهلي على المستوى الهجومي خصوصا تاثر بالغياب بتاع علي معلول. اكيد اكيد. كابتن خالد انا بشكرك بالتاكيد على المشاركه معنا واطلاله كده سريعه على حظوظ الفريقين في لقاء العوده. كابتن خالد الملهي لاعب ومدرب الترجي السابق، شكرا جزيلا ليك، كان كلام مهم جدا وبنشوف الاجواء في